بلقادي نارو راكي عتقدي فيه نار العشق والمحبة والتهيج، هادي خرقة تتشعل فيه العافية وتتخلي غادي تسطع عليك، خدميها مرة وحدة وخلي عندك هاد الخدمة وشوفي كيفاش غادي يولي معاك، جربي وما تشكيش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيانة؟ صحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب. معكم حبيبتكم ربيعة في فيديو جديد، وكيف ما عودتكم معايا البنات دائما تنجيب لكم الجديد والمفيد. واليوم إن شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم واحد الخرقة فاعلة تاركة. خرقة هذه البنات لا مثيل لها، هاد الخرقة هذه اللي عتعذبو وعتشعل فيه العافية بالنسبة للزوج ديالك او الحبيب ديالك، ديريها وتفكريني عليها. جربوا البنات، ما تشكوش البنات، جربوا جربوا وغادي تشوفوا النتيجة اللي عتبهركم. هاد الخرقة هذه سهلة، ما فيها حتى شي مكون اللي صعيب، سهلة بزاف بزاف بزاف، ولكن البنات النتيجة عتكون صادمة. شنو تنحتاجو البنات؟ المكونات اللي نحتاجو في هاد الخرقة هادي، تنحتاجو الخرقة او كلينيكس او الاتر او شرويقة، كل واحد وشنو تيسميها. البنات اللي عندهم كلينيكس يمكن لكم تخدموا به، اللي عندهم الخرقة يمكن يخدموا بها، يعني ما كاينش مشكل، اللي عندكم غادي تخدموا به. وتاني حاجة غنحتاجو ليها هي قرعة او قنينة تكون خاوية بحال هادي ديال الكونفيتور او ديال المربى، وغتحتاجو واحد شوية ديال الحرمل، غير شي شوية ديال الحرمل، نقيوها البنات يكون منقي. والمكون الرئيسي والاساسي ديال هاد الوصفة هو هذا البنات، هو هذا، هو القادي نارو. القادي نارو البنات راه فعلا، اقسم بالله راه فعلا تيقدي فيه النار، يعني اسم على مسمى، الا قالوا ليه القادي نارو راه فعلا قادي نارو. غادي تاخذوه وغتخدموا به هاد المحبه هادي او هاد الخرقه هادي، وعندك البنات ما تقيسوش بيديكم، عندك على عينيكم، هذا راه مكون خطير بزاف بالنسبه للجلد وبالنسبه لحقاش هو قال لك بانه الماده اللي فيه بحال الماء القاطع، هو مداير بحال الماء القاطع، يعني راه واعر علينا واعر على الجلد. عرفوا كيفاش تصرفوا معاه، خذوا غير معلقه وهزوا بيها وخدموا، يعني حاولوا ما يقيسش لكم الجلد ديالكم البنات، ردوا البال من هاد المسألة هادي. فشنو تنديرو؟ تناخدو الخرقة ديالنا وتنديروها في القرعة، بسيطة هاد الوصفة هادي، بسيطة بسيطة بسيطة، ولكن النتيجة مبهرة. تتاخدو الخرقة ديالكم ولا كلينيكس ديالكم وتديروه في القنينة او في القرعة ديال الزاج، ضروري الزاج البنات، ما تخدموش في شي حاجة اخرى من غير الزاج. تديرو الخرقة ديالكم وتديرو شوية حبات ديال الحرمل، غير قلال البنات، واخا غير 7 او 11 حبة بحال هكا هكا، غير شوية، وردوا البال انه يكون منقي صافي. تديروهم لحقاش الحرمل راه تيقرا لينا بلا ما نحتاجو، هادي راه ما فيهاش القرايه، الحرمل هو تيقرا لينا. وتتاخذوا عديرو تقريبا شي جوج معالق كبار ديال القادي نارو على هاد الخرقه هادي، جوج معالق كبار عمروهم ديال القادي نارو وديروهم في القنينه وسدو عليهم، سدوا بحال هكا وحركوها مزيان 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 مزيان. وهاد المحبه هادي ملي تنحركوها صافي تنخبيوها في شي بلاصه، وما كنبقاوش نحركوها كل مره، ماشي دوك الوصفات اللي كل مره خصك تمشي تحركي القرعه، لا، تتحركي المره الاولى، يعني كان هذاك المكون ديال القادي نارو تيندمج مع الخرقه او مع كلينيكس، تحركيه مزيان صافي، تتشربوا شويه، هو راه تيبقى يطلق الماء، انتما بحال اللي كتشوفوا عندي، هو ملي تيبقى
راه كيبقى يطلق الماء ديالو، هو بحال لا كيندي شويه. حتى بالنسبه للخرقه صافي حركوها النوبه الاولى صافي، وملي تخبيوها ما تبقاوش تمشيو تحركوها كل مره، صافي حطوها لفوها في شي تويب ابيض ولا في شي حاجه وخليوها مع حوايجكم او في شي بلاصه اللي نقيه وموقره. البنات اللي كيحطوا الخرقه وتخبيوها غير هكاك هباء منثورا وتتقدام وما تستافدوش منها وما تخدموهاش وتيمشي ليها الجهد ديالها، من الاحسن من الاحسن مخبيينها خبيوها بهذه الطريقه، يعني منها مخبيه ومنها خدمه واعره، يعني راها او ميم طون راها خدمه، خدمه زوينه ديال القلب البنات، خدمه طالعه. بغيتكم البنات طبقوها. بالنسبه للبنات اللي الزوج ديالهم مشاعره بارده من جهتهم او ما عندوش المحبه كثيره بالنسبه ليهم، قويوا هذا الشيء البنات، راه زوين بزاف بزاف بزاف. تنتمنى البنات انكم طبقوا هذه الوصفه بالطريقه الصحيحه ديالها اللي قلت لكم، راها سهله وبسيطه، وبالنسبه لكادي نارو راه تلقاوه عند العشاب او عند العطار، اي واحد تيبيع المواد ديال العشوب راه متوفر عنده ورخيص، خدوا واحد 5 دراهم او 10 دراهم كاع وصايبوا بها الوصفة ديالكم. هذه هي الوصفة ديال اليوم. البنات ما تنساوش انكم تابوناو في القناة ديالي الثانية اللي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. بالنسبة للبنات اللي ما مابونينش فيها، مرحبا بكم، غتلقاو فيها بزاف الحويجات اللي غيعجبوكم واللي غيفيدوكم ان شاء الله، فيديوهات كشوفات اللي زوينة وخطيرة، ومازال ان شاء الله مفاجآت واحدة اخرى غنزلها فيها. مرحبا بكم كاملين سواء كنتوا قدام او جداد على القناة، وهذه هي الوصفة ديال اليوم، وتنتمنى ان هذه الوصفة تكون عجباتكم، ولا عجباتكم البنات ما تنساونيش من لايكات، وبغيت نشكر بغيت نشكركم البنات اللي تتخليوا ليا تعليقات ملي تتنجح ليكم الوصفة. هذا الدور هذا راه زوين بزاف، تزيدوا تشجعوني وتزيدوا الثقه ديال البنات اللي شاكين انهم يثقوا في الوصفات ديالي، فشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ومره اخرى البنات تنحضركم من الارقام اللي موجوده في التعليقات اللي تطلع لكم في التعليقات، راه تنعيا من نحيدها، ولكن راه تعليقات كثيره اللي فيها هذوك الاشهارات، وانا كنحضركم من النصابين، بزاف ديال النصابين تيدخلوا القنوات وتبقاو يديروا هذا الاشهار هذا، وشحال من بنت نصب عليها بهذا الشيء، فحاولوا البنات تردوا البال. وهذا ما كان في هذا الفيديو، وشكرا لكم على التتبع، وما تنساوش اللايك، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.